هقول لك على حاجه، يعني وعايز اعرف تعاملت مع الموقف ده ازاي. يعني صد. في شهر فبراير الاهلي جاي من كاس العالم، لعب ماتش سان داونز خسر 5-2، الناس قالت بس ده سقوط الاهلي وانهيار الاهلي والناس توقعت ان الاهلي هيخرج من دوري المجموعات والقصص اللي انت عارفها بقى، والسان داونز والهلال وقطر الطار والبينالتي والكلام العظيم اللي بعض الناس بتحاول تقلل بيه يعني صحيح المشوار الاهلاوي. لكن انا بتكلم في الموقف ده، يعني في الوقت اللي كل او معظم الناس توقعت سقوط الاهلي فنيا واسم الاهلي يتحول من المباراة التالية على طول لحاجة تانية خالص، لدرجة انه ضرب كل الارقام القياسية الايجابية ما شاء الله. يعني من بعد المباراة دي 13 مباراة الاهلي ما يخسرش ويكسب وما يخشش فيه غير جول واحد، ومنظومة دفاعية بقت قوية جدا وبقى صعب جدا تخترق، وحتى الاداء الفني بقى ممتع، اللياقة البدنية، التركيز الذهني، ثبات التشكيل. يعني هنا يعني لدرجة ان في ناس قالت تبريرته خسر 5 من اهلي من سان داونز. طالما يعني اتعاملت مع الموقف، موقف صعب طبعا الحمد لله، الموقف كمان صعب، النتيجة حتى من ناحية الجماهيرية كان موقف صعب. انتوا في الموقف دي بتعملوا ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك، عايز اقول لحضرتك حاجه، ما انا قلت لحضرتك بقى للاهلي رجال دائما الحمد لله، ما عندهمش فكره الانهيار وما عندهمش فكره ان التسليم والكلام ده كله. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، مش بس في الظروف اللي زي كده، نادي الاهلي لما بيعمل بطوله قويه جدا بنفرح جدا وقتها. لو بكره عندنا قاعده مش ما بنتكلمش في الموضوع، ما بنفتكرش امبارح، وكل الكبار علمونا كده. كابتن حسن لما كنا نتكلم في بكره على طول الموضوع انتهى. بص لما نقول مثلا الفرقه اللي بتنافسنا عملت، يقول لك بص لنفسك، خليك نفسك، اكسب انت وامشي، مالكش دعوه، ما تبصش لحد. بقول لحضرتك ده في النشوه. ففي ظروف السيئه اللي زي كده نفس الفكر، ما بنتكلمش تاني يوم، ما بندخلش في اي حاجه، ما بنتدخلش في شؤون الاخرين، في ناس فنيه سواء المشرف على الكوره، رئيس النادي، معاه بقى لجنه تخطيط تبحث الامور وصلنا كده ليه، يقعد مع المدير الفني يتناقشوا، هم بيشتغلوا شغلهم. احنا موضوعيين جدا، يعني ما عندناش فكره الكلام الكتير. احنا عارف حضرتك كلمه موضوعي دي مش سهله، بتركز بتشوف نقاط الضعف، ايه اللي حصل، ايه اللي تسبب في كده، بتشتغل عليه، ربنا بيكرم، خلص الموضوع. طالما بتشتغل مظبوط وبنيه طيبه خلاص. بعد ماتش سان داونز كان عندك احساس انه الموضوع هيتحول لايجابي؟ انا دائما مع النادي الاهلي حاسس ان كل حاجه هتبقى ايجابيه، مهما كان عندي احباط ضخم، عمري ما افقد الثقه في حاجه تخص النادي الاهلي، مستحيل. مش عشان انا يعني بشوف النادي الاهلي، لا لا لا، عشان احنا تعودنا على كده، والكبار بتوعنا اثبتوا لنا كده طول عمرنا، قدرات الاهلي كده. يعني حضرتك شوف كل الامور، ما ياما دخلت في في في, في صعاب، وفي الاخر الحمد لله. فهو التاريخ اثبت لنا كده، تصرفات الكبار اللي تعلمنا منهم اثبتت لنا كده، نهج النادي الاهلي بيوصلك لكده. فليه عندك عدم ثقه؟ النادي الاهلي ما فيش عدم ثقه معاه ان شاء الله. الجمهور بيبقى دايما عنده نهم للكوره، وبيبقى دايما شايف طول الوقت ان الاهلي عايز تدعيمه وصفقاته وكتير ونجوم واسماء انتوا في الظروف الاقتصاديه دي عاملين الفايل ده برضه حاطينه في الحسبان؟ ما تقدرش حضرتك ما تحطوش في الحسبان، مهما كان عندك ضغوط اقتصاديه وماليه، بس بتفكر دايما. ما هو برضه انا لازم ارجع واقول لحضرتك ان احنا جمهور، يعني ما هو الكابتن محمود الخطيب ده جمهور، واحنا جمهور، ما احنا طبعًا بنفكر للنادي الاهلي كمسؤولين، لكن في الاول والاخر احنا عايزين برضه. طبعا احنا جمهور، وبنعذر الجمهور اللي بيطالب دائما، ولا قدر الله خسرت مباراه بيزعل وانت واخد 100 بطوله، هو ده جمهور النادي الاهلي. وعلى فكره جمهور النادي الاهلي بالنهم اللي حضرتك ذكرته ده منتهى الاقرار بقيمه النادي الاهلي. يعني هو طول ما هو بيطلب كتير، ما هو الانديه اللي ما بتاخدش حاجه الحمد لله انا خدت كذا، ما بيعترضش عليها.